المهندسه الديكور سليمه خرنوب صارت معنا على الهواء مباشره. يسعد صباحك استاذه سليمه، اهلا وسهلا فيك. استاذه سليمه عم تسمعينا؟ صباح الخير يا رب. يا صباح الخير. يا صباح الخير استاذه سليمه. يعني عم نحكي اليوم عن نمط بسيط بالديكور اذا فينا نقول، وكثير من الاشخاص ممكن بفضلوا او بيرغبوا هذا النمط اكثر من الانماط الاخرى. نمط المينيماليست، شو هو هذا النمط؟ شو فينا نعرفه ونخبر المشاهدين عنه؟ صحيح، هو صحيح مثل ما قلتي انت حضرتك، كثير من الناس مهتمين بالستايل المينيماليزم. المينيماليزم يعني انه انا اعيش بطريقه مبسطه، ممكن تكون بديكور بيت او ممكن تكون بنمط حياه كامل. اليوم نحن رح نتكلم عن المينيماليزم من الناحيه الديكوريه، وكيف نصمم مساحتنا على اساس هذا النمط من الديكور. هلا طبعا الجمال دائما بالبساطه. التصميم ببساطه والتصميم بستايل المينيماليزم، كثير من الناس بتعتبره سهل انه ننجح بخلق هذا الستايل مساحاتنا، لكن هذا الستايل بحاجه لمهاره كثير معينه، لانه في خيط بسيط جدا يارا بين المينيماليزم الجميل والبسيط وبين المينيماليزم البارد الغير مدروس. يعني ما نقع بهذا الخطا انه يا بيكون بسيط بشكل جميل يا بنتحول لنمط بارد نعطي برود للديكور. تماما تماما. كيف فينا يعني ما نقع بهذا الخطا؟ تماما. هلا هو رح نحكي هلا عن العناصر الاساسيه في نمط تصميم المينيماليزم. اول شيء بتكون الالوان بسيطه جدا ومحايده غالبا. يعني وثاني شيء بهذا النمط من التصميم يفضل الجودة عن الكمية، يعني مثلا الكنبة تكون بسيطة لكن كرسي تكون فخمة أو مميزة جدا. هاي التفاصيل الصغيرة تعطينا شعور أن التركيز على جودة القطع أكثر من عددها. حتى فينا ندخل اللوحات المميزة، لوحات الفخمة، لوحات كبيرة. بهذا النمط كمان الإضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة إلى دور كثير مهم، وكمان فينا نستفيد إنه تكون ستائر بسيطة جدا، الأرضيات تكون جدا بسيطة، الإكسسوارات خفيفة، المسطحات تقريبا خالية بسيطة جدا. يعني هدول الشغلات الأساسية اللي هن من العناصر الأساسية في هذا النمط من التصميم. يعني بنبتعد عن العجقة، نتجه للبساطة، قلة يعني الأغراض. هلا مش سهل كثير لأنه نحن يعني بنحب الاكسسوارات وهي التفاصيل، بس يعني بدنا نحاول نوعا ما. هي اجمالا حتى العجقه بالديكور بتضيع، يعني ما عاد بتعرفي شو هو الديكور الطاغي مثلا او شو هي الزاويه طبعاً. الابرز بالديكور. صحيح طبعا، طيب خلينا نحكي شوي عن الألوان، كون هذا النمط بيعتمد كثير على لون والأغراض قليلة، ممكن بعض الأشخاص يلجأوا أنه يكون لون موحد، شو إيجابيات وسلبيات هذا الأمر؟ أيوه، هلا هو بهذا النمط إذا بدنا نحكي عن الألوان فيه، الألوان بتكون مثل ما قلت بسيطة جدا ومحايدة، بس ممكن نحن ندخل لون واحد، يعني بحيث أنه مثل ما قلنا الكرسي أو اللوحة تكون بلون فخم، لون مغاير. يعني فينا نستخدم الالوان بس بطريقه جدا مدروسه. بتكون الالوان جدا يعني ما كثيره هذا النمط من التصميم. عم تقولي انه ممكن نحن نستخدم لون واحد صح استاذ سليمه؟ طيب كيف فينا نبرز هذا اللون بشكل جميل؟ يعني انه يكون الغرفه تكون الغرفه كلها بلون واحد، من الكنبايات للشيء الممدود على الارض للبرادي. صحيح، تكون الغرفه كلها بلون واحد، ممكن مثل ما قلت لك ندخل اللون المميز الثاني، الاكسنت كلر، ندخله بالكنبه، ندخله باللوحه، ندخله بعدد معين بسيط جدا من الاكسسوارات. نكسر توحيد اللون بجزء بسيط انه نحن نحط لون اخر. هذا اللون الاخر اذا بدنا ندخله بده يكون لون مثلا نحط كرسي صغير مثلا بلون اخر ويعني نعمل لون للوحات ايضا مشابه او ذات اللون. طبعا اكيد ذات اللون طبعا. تمام. هل هذا النمط ممكن نحن نستخدمه بالمكاتب؟ يعني هل هو مفضل لديكورات المكاتب؟
أكيد هو بفرات مكاتب جميل جدا يكون هذا النمط موجود. بالنسبة لديكور المكتب أستاذة سليمة، يعني كثير من الأشخاص بيهملوا فكرة أنه المكتب يلا هو مكتب عمل مثلا بلا ما يكون فيه هذا الديكور، أو ما بيهتموا بتفاصيل الديكور بالمكتب. شو النقاط الأساسية لحتى أنا أضيف لمسات مميزة إبرز جمالية المكتب؟ شو هي النقاط الأساسية اللي لابد أنه أنا ما أتخلى عنها أساسا بديكور المكتب؟ تمام. هلا أول شيء بدنا نحكي نحن على المكتب، فهو بدنا نصممه يكون متوافق مع بيئة العمل، وتجهيزات المكتب والمكان تكون متوافقة على بيئة عمل الشخص. أول شيء بدها تكون الأجواء العامة فيها راحة، الألوان تكون هادية، لأنه بتعرفي الواحد يقضي وقت كبير من الوقت كبير من ساعات العمل داخل المكتب، فالألوان بتكون جدا هادية. ونمط المينيماليزم بديكورات المكاتب جدا بيكون كثير بالمكاتب بنلاحظ فكرة أنه الفرش المستخدم ممكن يكون جلد، معظم المكاتب بيستخدموا هذا الفرش، وبتجي الألوان غامقة جدا أو حتى لون أسود. هل هذا الشيء إيجابي أم سلبي؟ هلا هي ما أنا أقصد هذا الشيء إيجابي أو سلبي، إنه هي أذواق. طبعا بس لا، طبعا إذا كان الألوان هادية مثل ما قلت لك، كل ما كانت الالوان هادية، كل ما كانت الالوان فاتحه، كل ما كانت الالوان شياديه، فهي بتوفر بيئه عمل مناسبه اكثر. مثل شو؟ نعطي امثله استاذه سليمه بس لنوضح للمشاهد. الالوان المحايده اللي نحن بنستخدمها دائما هي البيج، الرمادي، الالوان الفاتحه، الابيض. شو الشيء اللي ما لازم نغفل عنه بديكور المكتب؟ إن كان من قطع الأثاث الموجودة بالمكتب أو كان بطريقة صنع ديكور المكتب. هلا بقطع الأثاث بدنا نهتم بالمكتب بتوفير مثل ما قلت لك توفير أماكن الراحة، يعني مكان العمل يكون مريح. نهتم جدا بأماكن التخزين هي الغرفة، نوزع المقاعد بحسب طبيعة العمل. تمام. طيب قبل ما نكفي الحديث خلينا هيك بس ناخذ سؤال من احمد نجار. احمد عم بيوجه لك سؤال، اذا المطبخ صاير ضمن الغرفه شو الفرش والديكور المناسب لهذا النمط؟ هو كثير من الانماط المنازل اليوم بتركيا هو المطبخ الامريكي اللي بيكون تابع للصالون مثلا او جزء من الصالون مفتوحين على بعض. مثل ما حكينا بنمط التصميم المينيماليزم انه يكون الالوان هادية، وممكن نفصل بيناتهم بحاجز بسيط. واذا استخدمنا نمط التصميم المينيماليزم يكون كثير رائع ومناسب، يعني غير حاسس انه مكان فيه دحنة وعج او هدفات. يمكن هون هذا النمط مناسب جدا مثل ما قلتي، لحتى انه اساسا الغرفه ومطبخ فكتير بينعجق فنلجا لفكره تماماً. الديكور البسيط هون. تماما تماما، رائع جدا ومناسب. ان كان بالمطابخ المفتوحه، ان كان بالهوم اوفيس، يعني كله. طيب قلتي نفصل ببعض الاشخاص مثلا بيحطوا كنبه لا يفصلوا بين حدود الصالون حدود، في افكار اخرى ممكن يكون فاصل صغير انه بارتيشن، ممكن حيط من النباتات، ممكن ديكور بسيط. يعني ممكن نحن نلجا هيك نستغل هي المساحه بديكور بسيط، نعمل حاجز او حدود ان صح التعبير اكثر بين الغرفه بين الغرفه وبين المطبخ. صحيح. طيب نرجع للالوان والديكورات كمان خلينا ننتقل لغرف نوم الاطفال. كمان من القصص اللي بنحتار فيها كثير بالديكور غرفه نوم الاطفال. شو هي النقاط الأساسية بديكور غرفة الأطفال؟ هلا غرف نوم الأطفال من أجمل وأهم المساحات في المنزل، حيث إنه نحن كمان غرف نوم الأطفال نصممها بطريقة نظرة مختلفة عن أي غرفة ثانية داخل المنزل، لأنه نحن بدنا نراعي المساحات اللي الطفل بحاجة إليها، الطفل دائما بحاجة لاستمتاع والراحة،
فمن الضروري توفير مساحة اللعب والأنشطة للطفل، مساحة الدراسة، مساحة النوم والراحة، كمان بدنا ننتبه لمساحة التخمين الكافية لألعاب الأطفال. هاي المساحات دائما بحاجة لدراسة بطريقة جميلة، ومشان نخلق مساحة مريحة للطفل بداخل غرفته أو بداخل عالمه الخاص. إذا هاي المساحة مهمة، بعض الأهل بيلجأوا إنه مثلا مساحة الغرفة ضيقة فبيلجأوا لخوض طابقية، هل هذا الشيء ممكن يساعد أكثر بالديكور أو ممكن لا ألجأ لفكرة أخرى؟ هلا بما إنه رح تكون مساحة غرفة النوم الصغيرة فما في مانع أبدا إنه نحن نلجأ لفكرة طابقية، ويعني بدنا نحاول ابتكار حلول بحسب مساحة الغرفة لخلق مساحة مريحة للطفل، يعني نحن عندنا الهدف هو خلق مساحة مريحة للطفل لتوفر الاحتياجات من اللعب والدراسة والنوم. طيب شو أكثر الألوان رواجا حاليا؟ يعني كثير من الأهالي مثلا إنه بنت خلص بندهن زهر، بنحط الفرش زهر، أو صبي العكس بنعطي أزرق للغرفة طابع لون أزرق. شو في ألوان ممكن لا تكون مفيدة أكثر بديكور الغرفة؟ هلا هي الفقرة جدا مهمة وحلوة، وأنا من أجمل فقراتي اللي بستمتع فيها بالعمل هو الاجتماع مع الطفل لمعرفة ميوله، لمعرفة شو الألوان بيحبها، لمعرفة احتياجاته، لمعرفة ذوقه. الكثير من الأطفال بيختاروا تيم معين للغرفة اللي بدهم إياها، مثل مثلا رائد فضاء، مثل مثلا لاعب كرة قدم، باربي، يعني أي يعني أي طفل في مرحلة عمرية ما من حياته بيكون له ذوق معين، بيكون له ألوان بحبها. المشكلة إنه دائما الطفل احتياجاته متغيرة. فنحن بنحاول دائما النصيحة إنه تكون ألوان الغرفة محايدة وستايل الغرفة محايد، وندخل بعض الإكسسوارات والتفاصيل والألعاب والديكورات البسيطة جدا التي تعكس ذوق الطفل في هذه المرحلة العمرية، بحيث إنه الطفل وقت اللي بيتغير تفكيره، بيتغير ميوله، بيتغير ذوقه، فنحن ما بنضطر نغير الغرفة كل، نغير هاي التفاصيل الصغيرة لحتى تناسب ذوق الطفل في المرحلة العمرية القادمة. يمكن النقطة الأصعب لما تكون الغرفة مشتركة بين صبي وبنت، كيف فينا نلجأ كيف فينا فعلا نلجأ هيك لحيل لحتى نعمل الغرفة مناسبة للصبي وللبنت؟ تماما. هلا بهي الغرف نحن بدنا نحاول انه نحن نختار الوان مناسبة للبنت وللصبي بنفس الوقت، وندخل لكل يعني ونحاول نسوي انه لكل طفل من الطقس الخاص بإضافة الاكسسوارات البسيطة اللي كل طفل منا في ألوان ممكن نقول إنه ما لازم نستخدمها بغرف الأطفال، سواء كان للبرادي، سواء كان للعفش أو للدهان. طبعاً هلا إحنا مثل ما قلنا إن هي غرفة النوم مساحة للراحة وللعب وللاستمتاع، يعني استمتاع والراحة أكثر شيء. فنحن بدنا نبعد عن الألوان اللي الأحمر مثلا، الألوان الصارخة، هي الألوان بتعطي شعور عدم راحة، بتعطي شعور توتر. فدائما بنحاول إنه ندخل ألوان هادية ودائقة داخل الغرف اللي هي تأثيرها على سؤال الطفل بتكون بحيث إنه يكون مرتاح وهو قاعد بالغرفة، يقضي وقت طويل هو عم يدرس أو هو عم بيلعب. تماما. هم الالوان الثانيه مثل الاحمر القوي الاصفر القوي، هاي الالوان معنا جيده داخل غرفه الاطفال. نبتعد عن الالوان الناريه والصارخه القويه. مثل ما ذكرت هي الغرفه ممكن تكون ايضا غرفه دراسه، وكثير من الاطفال يعني بيكون غرفه او مكتب الدراسه هو بغرفتهم. الاضاءه قديش فينا نلعب دور بالاضاءه باضاءه الغرفه؟ إضاءة الغرفة على كثير مهم إنه نحن أنت وأختار يعني كثير مهم إنه غرفة الأطفال كنا نختارها تكون الشمس فيها قوية وشبابيك كبيرة.
الإضاءة الطبيعية جدا مهمة زي رسم الأطفال. في حال إضاءة ما كانت جيدة مثلا كإضاءة شمس، كيف فيني أنا أعزز هذا الشيء؟ من الأخطاء يمكن أنا اللي بشوفها شخصيا أنه هي أخطاء، هو اللجوء للسبوتات والاعتماد على السبوتات بالإضاءة. شو رأيك أستاذة سليمة؟ هلا إذا ما في ضوء شمس أو إضاءة طبيعية قوية، فنحن فينا نستخدم اللبات داخل الأسقف، وفينا نستخدم الإضاءة النفسية بخلف التخفي، وكمان مثل ما قلتي أنت عن موضوع مساحة الدراسة، فينا نستخدم إضاءة على مكتب التخفي. هون بنعطي مساحة راحة للطفل أثناء الدراسة. طيب نلجأ لورق الجدران، هل هو خيار صح بغرف الأطفال؟ ومعظم الأهالي بفضلوا ورق الجدران أكثر من الدهان بغرف الأطفال. صحيح أكيد ورق الجدران خيار كثير مناسب للأطفال لغرف نوم الأطفال. كمان نحن شفنا بورق الجدران وقت نعرف مدير الطفل او ذوقه او كذا، ندخل مثل ما قلت لك انه ندخل هي الاكسسوارات او الشغلات اللي بيحبها عن طريق ورق الجدران كرسومات تماما، بحيث اذا غير ميوله نحن بس نحتاج انه نتغير اكسسوارات ورق الجدران. هاي بالنسبة لغرف الأطفال، هل ذات النصائح للغرف اللي بتكون للرضع للبيبي الصغير ولا لا؟ هون نحن قدام اختلاف اكثر. غرف الرضع لا، في تفاصيل نحن بدنا ننتبه لها اكثر. مثل غرف الرضع من كثير كثير مهم انه يكون في اضاءه طبيعيه وشمس بغرفه الرضع، لان هي بتتعقم الجو العام تبع الغرفه. الاضاءه بغرف الرضع لازم تكون اضاءه خفيفه جدا، يعني بحيث انه اذا الام فاتت تشوف طفل بالليل او هيك انه ما بينزعج من الضوء، بتكون اضاءه جدا خفيفه. الارضيات بدها تكون بعد كي ما بتنشاط مشان الاصوات. الالوان بدها تكون جدا هاديه، كثير بدنا ننتبه لموضوع الالوان والاضاءات الالوان والاضاءات في غرف نومه بالضبط. كمان الاماكن اللي له، يعني مكان نومه، مكان الاحتياجات الخاصه للرضيع. هون تحديدا خلينا نحكي او نعطي تفاصيل اكثر استاذه سليمه، شو الشيء او قطع الاثاث اللي بتسهل على الام فكرة ترتيب الغرفة، فكرة الوصول للأشياء أكثر، وأعطاء أيضا مساحة للطفل أو الرضيع لما بده يحبي أو لما من المراحل العمرية المتلاحقة؟ تماما. هلا اللي بيريح الأم هو توفير الأماكن التخفيفية المناسبة لكل احتياجات الرضيع، بحيث تكون كلها بمكان واحد. يعني هذا جدا بيريح الأم، وأكيد كثير حاليا في تصميم أماكن التخزين المناسبة لغرف الغرفة. كثير بيلجأوا لإجعل ركن أو زاوية للرضاعة، كيف فينا هيك نعملها بشكل مريح؟ أو شو أساسيات هذا الركن؟ أساسيات هذا الركن مثل ما قلت لك الإضاءة خفيفة، كرسي مريحة للوالدة، يعني هذا هو انه تكون اضاءه جدا خفيفه، بحيث لما الوالده بدها تربع الطفل ما يتضايق من الضوء، وكرسي مريحه جدا بين الضوء. تماما، يعني هي من اهم التفاصيل انه فعلا الطفل او الرضيع ما ينزعج من الاضاءه، وهنا كثير عندهم حساسيه من الاضاءه القويه. صحيح، ويقدر يكمل نومته بعد ما يفيق. لان اذا كانت الاضاءه بقوه اكيد هو ما راح يقدر يرجع يكمل نومته. صحيح، نعطيه جو مريح لهي النقطة. بدي تشكري كل الشكر مهندسة الديكور سليمة خرنوب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذة يارا، يسعد صباحك مجددا، شكرا جزيلا لحضرتك.